كما تقول على المدارس من يضع هو الذي يعشق على تموري لعب الباكستان شوهد الليستر يسترجع اللعب الذي ما كبريا ويسترجع المدى الأخرى بردما لمن ستكون الآن ذهن الأولى نبيا لعب النشيري يضمن بريا بريا لمن المشي وين المشي يا بابا كتيبة الليستر قبل اللحظة يعني خود مزة مش بنيش كل ساعة بحرمو مش بنيش يبقى نستزيد بحرمو يجيب تماما يبقى معنا للمبارا لكن ما قلت مش بنيش كنت قريب يسر لكن هو كان متقدم أخرين قال لي عبد الكيري ناشي ثم عاد أحمد العربي بعد هدفين بكل فكات اليوم على جانب جنوب خليه متقدم إن شاء الله قبل 2-1 كما قلنا كان العربي اختياره كان صعب اختيار كبير لا بين اثنين كل كزاتان بين كيف وجنوب وناصر اللعيبه على ضغط بسرعه في الديك جيت في بي اس 5 بيخلوهم يعني عنده خطه دي على البوليس هي حكم بطيء بالطامه على جانب بلاد الجيزه تقريبا تقع في بلاد الفيفا اللي هي الكره الرئيسيه هنا مع التذكير انه يلعب اللاعبين في الغولد 95 يعني كل اللاعبين يتركوا خمسه مهارات ويجينا اربع مهارات ضعيفه يخلي يعني اللاعبين كل نجم يستعمل اللاعب ما فماش فرق عقلانيه للفريق فريق اي لاعب ما فماش فرق بين فريق ولا فريق عايش فيه مجنون وفريق ثاني يكون لسه سكين ولكن اذا كان عوده في الشوط الثاني الى اللقاء والتقدم لمصلحه احمد العربي كمان اللاعب هم اربع على كل شكرا للزميل مرزا حضرات المشاهدين عدنا واللعبوا مع تاني الاشواق الان في جائزه المباريات الدور الاول دور الربع النهائي لبطوله الايزيان كاب بمن بدعم اريد هنا مباشره من الداعية الشبابية العاصمة التونسية هنا في قلب الاندكاش مع خيرة شباب هذا المرات في لعبة فيفا في منافسة حول لقب الأمير من سيكون تونس في هذا الليلة في لعبة الإيقاعات فيفا ننتظر الآن أعزائي المشاهدين هل يكون ثلاث أهداف لنادي البيك ميلان ننتظر لما ستكون كاعتبار الآن يراوح لكن وين وين حبيبي وين يمنع هل سنشهد سيناريو يغير لما كان عليه المباراة فارتك أم سيواصل لمن الميلان سيطرة المباريات لمن ستكون الان امام لاعب تينيس اللعب تينيس مره اخرى بيري كناير ايمن بيردرو كناير ايسر يخشى الاستنزيف الدخول وسط الميدان هنا اللاعب بادرس هنا التوزيع هنا التمرير هنا الخطوره هنا الخطوره هنا الكوره باكايوكو اللاعب لازيتيتش مره اخرى كعنابيع أكيد نذكروا إن ميلان إيران كذلك استخدم اللاعب تيستيران من فريق برشلونة لكن كلام يبقى هو نجم الفريق ويبقى هو كاي يا سلام عليك يا جيرو بيرس هذيك بيرس نان خونا مازا يفشل في تسديد الأهداف يحاول يلعب بريتم يعني بطيء ممرض
ولكن هذه الكرة إلى باتيستوني، باتيستوني حمل القوة، ولكن متواجد عليه ليزي توموري في كرة الكرة، إذا تميز لمصلحة ميلان، إذا بيرو وميلو إلى توموري، يغير في الملعب ولكن خطأ، خطأ يا مانيسي، مانيسي مرر، مانيسي وفيك شوت، وميلو إلى ليلي، لمسة ولكن موجود، وبلاص زيتيتش في خطأ يا ليلي. بالضبط فما مرزا لان كيما ذكرت خلينا نقولوا فريق ميلان الحاجه اللي خلته مسيطر على بدايه المباراه وهو سرعه استرجاع الكره يعني الى عداء اذا انتبه خطا تعود الكره للدفاع الايطالي ثم بدينا هجمه ممكن ان يكون وراها هدف الاهداف هذا لاعب لازيتيتش كان على مره اخرى على الدخول في الربع ساعه الاخير اكيد بدوحه الباسكت بول هي الموريتاني على اللي بقى يربح لمن ستكون اللحظه الاخيره لحظات دم مريره على كل من في انتظار من سيكتب اللحظات التاريخيه واللحظات القديمه على اللي بقى عند ديدي انا لاعب ماليسان بارنس ديدي مره اخرى هنا الاداء اوه لو لكن نعمل بالريح تيماس تيماس ونش ونش جاك يا بابا تيموري باس هذا اللعب هيرنانديز الفريق الايطالي يحتفظ بالكره اذا يحاول انه يخلص على مجريات المقابله كذلك يحتفظ اكثر على الكره هيرنانديز تعتني بالمونيش السلطة المكير الخطير غير مرافقة لكالابريا هاي شتش دورنا جاتسا دورنا جاتسا كنت حد يجرع معنا جاتسا يلا بكا يكو وذ الباس لو ريليش لكن الليستر رايح للكورة إذن جيري باردي بقى خاصة بلايك يعني كتاب النحو العربي يلعب الفريق في الميلان ولعب 4-2 لأن كان خالص قال يلعب الكل في الكل وهو الفرق التغيير لكن حد الآن ما زالت الكورة في الميدان ما زال التقدم لأحمد العربي وهذه الكورة إلى أين؟ إلى بول حكم ولذلك الآن سيقع تغيير ممكن اللاعب يجيب يكون تغييرات بعد أقل من 5 دقائق على نهاية القطار تقدم في الكورة أحمد العربي يلعب فريق الميلان أمام عمر معلول لاعب فلسطين تقدم كان في كل دقائق المباراة على طريق لاعب عمر معلول بعد اسد الماتش والنيجيري وذلك العوده كانت سريعه بعد اهداف ممكن تجيك الكابتن جانا بعد في راسي الهدف التاريخي للمنتخب هذيا كان ولي فيه جيرو هذا يدور القدم هذا يكسب جميع الامور لان يعني لازم تسجيل الهدف شكرا دولي بركة قبل ما نسألك على سكوتر في الجمهور
كان عياد مختلفه اول زوج ولاد يلعبوا كان عياد بالتخصيص ليستر سيتي اكيد الناس توقعت الحساب لا قبل حسابك عندك شكون تعرف بالدير جوار وشكون دي جوار علينا مركزين مع بعضنا في البلور تاع الهابط يعني في العالم تاعي حتى نطلع نقطة حبيت البطولة بالنسبة لي انا بعد رأيي الشخصي سيمي فاينل ولاد الهواء خير نصيب ولا يمكن هذا احسن طلع بالنسبة لي انا حسيته متكامل من اللي الدولة تلعب الكل نقطة القوة كنا التناسب في مستيك دجور بتاعه وبين الفورمس بتاعه تبدا عارف جمال وين حد وتبدا عارف الوقت بتاعه كيفاش يتحرك تبدا عارف كيفاش تتنسي وخاصة اللاعب تبدا عارف كيفاش الجول بتاعه حاجة قاعدين يتساءلوا علاش زعما العقل مين اللي لازم العقل يستخدم نتصور عليه العقل اللي خاطر لوج على اكثر جوارات يكونوا بدنيا قويين اليوم معروفين معناتها كيف جيرو قوي برشا في بدن زلاتان كيف وقدام عندهم خمسه سكيلز وعندهم البيك فور دونك بالله عليك كيفاش عرفت فرق في وسط جنب باش يتلخوا اي والله بالبيك فور كان ما قالش بيك فور انا نروح اكيد على خاطر بالحق اللي يكون تفرق برشا في اللعبه هذه السيق اللي صار السيق الضعيف نتاع شو ان شاء الله باربا ان شاء الله يبان الموضع السيق اللي صار ايش يا بركه هي ما عادش نقول امريكا لا ايش يا بحري يمسكوا بيديك ايش 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 يا بركه يمسك ايش ما عادش نقولها جمله كلمه فيك فوت ما عادش نقول فوني زحسين فوني بالنسبه لفربيان باش نتابعونا بالدا خاطر قاعدين نقربوا للفام تاع البارتي الاولانيه صبحيتنا دونك ودي بسيكوي مريتك خليت الكاسك ومشيت ما تمشيش راه وحشتي بيك من بعد تسمع فيا ما بسيكوي اي نسمع فيك فوالا صوت تحيه انت لا